أعزائنا المشاهدين عبر شاشة تلفزيون حضرموت أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحتكم. في حلقة هذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ويعاني منه الكثير من الناس ألا وهو تسوس الأسنان. في البداية دعونا نتعرف على ما هي مكونات أو أنسجة السن. يتكون السن من عدة أنسجة وهي لب السن وعاج السن والمينا فلب السن هو ذلك النسيج الذي يعطي التغذيه والحيويه للسن اما العاج يعتبر المكون الاساسي والكتله الاساسيه لحجم السن اما المينا تعتبر هي ذلك الغطاء او تلك الطبقه التي تغطي السن وتعتبر طبقه المينا اقوى طبقات السن من حيث المعادن حيث تتكون من ما نسبته 98 من المعادن أهمها الكالسيوم. تقي طبقة المينا السن من المؤثرات الخارجية مثل المشروبات الساخنة والباردة والتي تجعل الإنسان يشعر بعدم الراحة والإحساس بالألم والتحسس عند حدوث أي خلل في هذه الطبقة. إذا أعزائي المشاهدين كيف يحدث تسوس الأسنان؟ بشكل مبسط وسهل يمكننا أن نقول أن تسوس الأسنان يحدث نتيجه تاكل طبقه المينا بفعل ذوبان المعادن التي فيها وذلك ناتج عن فعل البكتيريا وتغذيتها على السكريات مما ينتج عنه افراز احماض تعمل على ذوبان هذه المعادن وذلك خلال فتره زمنيه معينه ومع استمرار عمليه الذوبان للمعادن وعدم تعويضها ينتج عن ذلك تهدم لانسجه السن وينتج عنه ما يمكن أن نسميه تسوس الأسنان مشاهدينا العزاء يمكننا أن نقول أو أن نلخص تسوس الأسنان في تكوين أو بتوفر أربعة عوامل العامل الأول هو وجود المضيف يعني السن فأي مكان لا يوجد فيه سن لا يمكن أن يحدث له تسوس العامل الثاني وجود البكتيريا والبكتيريا تعتبر شيء طبيعي داخل فم الانسان لا يمكن ان نقضي عليها نهائيا فهي موجوده بشكل طبيعي والعامل الثالث هو وجود الغذاء للبكتيريا والمتمثل بدرجه اساسيه في السكريات التي نتناولها جميع هذه الثلاثه العوامل تكون موجوده دائما ولكن ليس كل شخص يكون عنده تسوس الاسنان وذلك لغياب او فقدان العامل الرابع والاخير وهو عامل الوقت فعامل الوقت هو عامل مهم جداً حتى يحدث تسوس للسن وصلنا عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة إلى أن نتحدث الآن عن علامات تسوس الأسنان من أولى العلامات لحدوث تسوس السن التي يمكن نتحدث عنها هي تغير لون السن فمع حدوث تسوس للسن يبدأ يتغير لون هذا السن كذلك من العلامات التي يمكن أن نتحدث عنها هي كسر السن وظهور تجويف او حفره في السن، كذلك من العلامات التي يمكن ان نعتبرها علامات لحدوث تسوس الاسنان هي الشعور بالالم او حساسيه السن. غالبا اعزائنا المشاهدين ما يظهر التسوس ما بين الاسنان وذلك لان منطقه ما بين الاسنان يكون من الصعب تنظيفها بشكل سهل وتتراكم فيها السكريات ولكن يمكننا ان نتحدث بشكل عام فالتسوس يمكن ان يظهر في جميع اسطح السن وفي حال عدم الذهاب لطبيب الاسنان لكي يقوم بازالته وتنظيفه وعمل حشو مكانه فانه من الممكن ان يستمر ذلك التسوس حتى يصل الى لب السن ويؤدي الى تلفه مما يضطر طبيب الاسنان الى ازاله عصب السن وهذا موضوع يحتاج منا الى حلقه خاصه عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده بعد ان تعرفنا على علامات تسوس الاسنان نتحدث الان عن كيفيه نحمي انفسنا من مشاكل تسوس الاسنان وذلك باتباع مجموعه من الارشادات الصحيه اولا تجنب الاكثار من السكريات وذلك لان السكريات قلنا تعتبر هي العامل الاساسي لنشاط البكتيريا ثانيا الحرص على تفريش الاسنان بالمعجون والفرشاة مرتين يوميا واهمها وقت النوم والسبب في ذلك ان خلال فتره النوم يكون هناك عدم او تقليل من افراز اللعاب في الفم مما يجعل البكتيريا اكثر نشاطا لذلك نهتم بموضوع تفريش الاسنان اقل شيء وقت النوم ثالثا المضمضه بالماء او استخدام غسول فموي ولكن مع مراعاة ان بعض غسول الفم ممكن ان يؤدي الى تصبغ الاسنان في حاله استعماله لفتره طويله، لذلك ننصح ان لا نستخدم اي غسول فموي الا بعد الرجوع الى الطبيب. رابعا استخدام الخيط السني ما بين الاسنان حتى نستطيع ان نزيل اي بقايا لاطعمه بين الاسنان. خامسا زياره طبيب الاسنان بشكل دوري مرتين بالسنه للكشف المبكر عن اي مشاكل للاسنان ومن ضمنها التسوس لان في الغالب يكون هناك حدوث للتسوس بدون اي شعور باي الم فمن السهل ان نقضي على التسوس من بدايته قبل ان ينتشر في السن ويحول الى تهدم السن وعدم قدرتنا على الحفاظ عليه قبل ختام حلقتنا نحب ان نصحح مجموعه من المعتقدات الخاطئه حول تسوس الاسنان ومنها يعتقد البعض ان معجون الاسنان يستطيع ان يقضي على التسوس الموجود بالسن وهذه معلومه خاطئه فمعجون الاسنان يستطيع ان يكافح التسوس وان يقلل فقط من كميه البكتيريا الموجوده داخل الفم ولكن في حال وجود تسوس في السن فانه لا نستطيع ان نقضي عليه من خلال المعجون ويجب علينا الذهاب الى طبيب الاسنان كذلك يعتقد البعض ان تسوس الاسنان شيء معدي اي ينتقل من سن الى سن اخر وهذه كذلك معلومه خاطئه لان في حديثنا السابق ذكرنا مجموعه من العوامل التي من شانها ان تجعل السن يحدث له التسوس فمتى ما توفرت هذه العوامل يمكن ان يصاب السن بالتسوس بالاضافه الى ان بعض الناس يعتقد ان اي علامه سوداء او بنيه على سطح السن هي تسوس ولكن ليست كل علامه سوداء او بنيه تعتبر تسوس وانما بعض الاحيان تكون عباره عن تصبغات وليس بتسوس ويمكن الكشف عنها بالذهاب الى طبيب الاسنان. ختاما نتمنى لكم اعزائنا المشاهدين اسنانا سليمه وابتسامه ساحره ودمتم سالمين مبتسمين